سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. مسألة لا يختلف فيها اثنان، إن المغاربة عاشوا عرسا ديمقراطيا يوم أمس، ومهما قيل مشاهدينا الكرام عن نسبة المشاركة التي لم يكتب لها التصاعد إلا بعد أن انتهى المغاربة من شغلهم. مشاهدينا الكرام، الجميع بل أغلب المراقبين السياسيين قالوا إن الانتخابات كانت نزيهة، كانت نظيفة، شفافة، ذات مصداقية، والجميع قالوا أن هذه الانتخابات عبارة عن تجربة يمكن الاقتداء بها خاصة من قبل الشعوب الجارة. مشاهدينا الكرام، خلال حصتنا هذه سنستقرئ الأرقام، سنستقرئ النتائج التي آلت إليها هذه الانتخابات، وكذلك نقف على التداعيات والآثار والانعكاسات. معنا مشاهدينا الكرام الأستاذ إدريس، أستاذ إدريس المهدي، وهو باحث أكاديمي، وأيضا لدينا محمد الرماش وهو صحفي ومحلل سياسي، وسيلتحق بنا ضيوف آخر. قبل أن نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام، نشاهد هذا التقرير الجرافيكي حول أبرز النتائج لأبرز الأحزاب، ثم نعود. كما الشعب المغربي مشاهدينا الكرام الصندوق الشفاف لاختيار ممثليهم 395 برلمانيا، هؤلاء سيكونون في البرلمان قريبا. هنالك تصريحات متباينة مشاهدينا الكرام لرؤساء الأحزاب بعد الإعلان، إعلان وزارة الداخلية المغربية للنتائج. نقف أولا عند تصريح الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة الأستاذ خالد أدنون. ماذا قال خالد أدنون بعد الإعلان عن النتائج للصحفيين، ثم نعود. اليوم صباح اليوم يعني يوم الغد ان شاء الله. بالنسبه لنا لحد الساعه كما قلت كان مبرمج مقر الاجتماع للمجلس السياسي لحزب الاصاله والمعاصره، غدا صباحا سيجتمع المجلس السياسي في اجتماع كان مبرمج من قبل من اجل تقييم الوضع والدراسه وكذلك الخروج بالخلاصات اللازمه. شكرا. طيب، هذا خالد أدنون مشاهدينا الكرام الناطق الرسمي باسم الأصالة والمعاصرة. ماذا عن عبد الإله بن كيران الذي شغل المغاربة طيلة هذه الحملة الانتخابية بتصريحات متباينة، لما كان يتحدث عن ديناصورات ويتحدث أيضا عن هنالك كثير من المصطلحات اشتهر بها عبد الإله بن كيران، العفاريت وما أدراك ما العفاريت التي تحدث عنها أثناء الحملة الانتخابية. ترى ماذا قال عبد الإله بن كيران لما وصلته أخبار بأن العدالة والتنمية متقدم في المدن الكثيرة خاصة مدن العمق المغربي؟ نستمع لعبد الإله بن كيران ثم نعود. لأنه يوم انتصرت فيه الديمقراطية وظهرت فيه الأمور على حقيقتها،
حزب العدالة والتنمية اليوم بعدما ترأس الحكومة لخمس سنوات، بعدما قام بالإصلاحات التي قام بها، بعدما قام بالإنجازات التي قام بها، بعدما اهتم بميزانية الدولة والملفات العالقة والشائكة كالتقاعد والإضرابات العشوائية وغيرها، واهتم بالمقاولة واستطاع أن يخرجها من أزمتها، وكذلك بعد أن اهتم بالفئات الهشة كالمطلقات والأرامل والطلبة والتلاميذ وإلى آخره، بعد أن استطاع أن يحقق التغطية الصحية للآباء وما إلى ذلك من الأمور، بعد كل هذا اليوم الحمد لله الشعب المغربي جاز حزب العدالة والتنمية بالتصويت لصالحه بكثرة. لن أدخل معكم في تفاصيل النتائج، وعندنا نتائج محققة لي على الأقل نصف أضم الدوائر دون الدائرة المحلية دون الدائرة الوطنية، ولكن وهي كلها إيجابية جدا. في بعض المدن كانت حصيلتنا 6 نواب برلمانيين على 8، في مدينة سلا كانت حصيلتنا 3 نواب برلمانيين على 4. لا أريد أن أعطيكم التفاصيل لأنني لا أملكها كلها، غزلت النتائج تأتي اتباعا، لكن الذي أريد أن أقول لكم كافة وزراء العدالة والتنمية لحد الآن معلومات اللي عندنا أنهم نجحوا في الامتحان، كافة أعضاء الأمانة العامة نجحوا في الامتحان. اليوم حزب العدالة والتنمية يثبت بأن الجدية والصدق والصراحة مع المواطن والحرص على استقرار الوطن وجعل مصالح البلد فوق أي مصلحة أخرى، والوفاء للمؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية، كل هذا عملة تعطي نتائج إيجابية، ولله الحمد تبينها هذه النتائج البرلمانية، كما أن هذه الانتخابات تؤكد أن المناورات والمكر والخداع والادعاء والخزعبلات والكذب حبلهم جميعا قصير قصير قصير. ولهذا فأظن أن هذه الانتخابات ستكون لها عواقب جد إيجابية على الوسط السياسي، حتى كل واحد يرى نفسه في المرآة ويحاول أن يصحح مساره وأن يخرج من منطق الاعتقاد بأن الشعب المغربي ما زال يثق في المناورات أو ينفع معه بضع دراهم أو يمكن أن يضغط عليه بأي طريقة كانت. كل هذا أصبح اليوم وراء ظهرنا. الشعب المغربي اليوم كسب غير مسبوق، أثبت أنه شعب كبير، أنه شعب عظيم، وأنه يستحق أن يكون في مصاف الدول الديمقراطية، وأنه إن شاء الله الرحمن الرحيم سيستكمل مسار الإصلاحات حتى يكون من الناحية الاقتصادية في الدول الصاعدة كما قال جلالتنا. الآن أيها الأخوة الكرام، ها قد يعني شاهدتم المسار من أوله إلى آخره والنتائج من أولها إلى آخرها، والمغرب سوف يستمر، سوف يتقوى، سوف يسير، سوف يصبح إشعاعه أكبر، كل هذا لصالح البلد، كل هذا لصالح المواطنين، كل هذا لصالح الدولة. فإذا فلنكن جميعا في الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا مشاهدينا الكرام عن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية. ماذا عن أنصار هذا الحزب الذين خرجوا البارحة بأعداد كثيرة في مدن كبرى في المغرب محتفين بما قالوا إنه فوز للحزب، وقالوا بأنه فوز مستحق. في منتصف الليل كانوا يجوبون الساحات والشوارع والميادين محتفين بهذا النصر. نقف عند هذا الاحتفاء ثم نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام والذين التحقوا بنا اللحظة. نحن نفتح ملف الانتخابات المغربية لنستقرئ الأرقام. نقف عند النتائج التي آلت إليها الانتخابات التشريعية التي يراد بها أن تنقل المغرب من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى. أرحب أيضا بضيفنا الكريم الذي التحقنا بنا اللحظة، الأستاذ محمد عجلاني وهو محلل سياسي. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام بضيفنا الأستاذ إدريس المهدي وهو باحث أكاديمي ولديه دراسات فلسفية هنا في باريس. أستاذ إدريس، هل فعلا المغرب عاش أمس عرسا ديمقراطيا؟ الجميع علق على أساس أن ما عاشه المغرب أمس كان يوما ديمقراطيا عرسا يجب على الشعوب الأخرى أن تقتدي به. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأشكر يعني قناة الجزيرة على هذه الاستضافة، قناة المغاربي على هذه الاستضافة، ويعني أدخل رأسا في الموضوع وأقول بأن المغرب فعلا عاش يعني لا أقول عرسا ولكن تدافعا سياسيا قلقا، يعني عشنا معه قلقا حقيقيا سياسيا. كنا نخاف أن تندلع الأمور وتنفلق وتنشطر إلى ما هو عليه الواقع العربي من تونس إلى 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 سوريا والعراق وما بينهما. طبعا بطبيعة الحال نعم، كان هناك تدافعا سياسيا حقيقيا، كان هناك قلقا، كان هناك صراعا سياسيا، كان هناك تزاعجا من طرف الأطراف كلها. وفي الأخير يعني خرجنا من عنق الزجاج كما كان يعبر يعني رئيس العدالة والتنمية يعني بصعوبة. كان هناك مخاض حقيقيا كما يقع للنساء في أثناء الولادة. فطبعا الولادة وقعت يعني حصلت. طبعا نحمد الله على أن الأمر يعني الأمور يعني سلمت وخرج المغرب في هذا التجاذب وهذا التدافع السياسي بسلام، ونسأل الله أن تسير الأمور فيما تبقى يعني في أثناء تشكيل الحكومة وما بعدها يعني إلى سلام أكثر وإلى تدافع أكثر وإلى ترسيخ طبعا مفهوم الديمقراطية بالمفهوم الحقيقي وليس بالمفهوم الشكلي كما يعني يريده بعض الأطراف في المغرب إلى آخره. طيب أستاذ محمد الرماش، وأنت صحفي ومحلل سياسي أيضا، لماذا كثرة الحديث عن نسبة المشاركة أنها كانت ضئيلة لم ترتفع إلا بعد خروج العمال من مناصب عملهم ثم ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، ولكن الكثير نسوا تلك النسبة التي كانت مرتفعة 90 و99%؟ ما الغريب لما تكون النتيجة 43%؟ عندما تكون النتيجة 43%، أول شيء نتحفظ عن كلمة العرس لأن نصف المدعوين لم يكونوا حاضرين لهذا العرس. يعني لدينا 57% من المسجلين في لوائح الانتخابات لم يشاركوا. هذه للأسف نسبة 43% هي ليست مدعاة للفخر، يعني صراحة أن العملية السياسية الانتخابية لم تجري في الظروف التي كان يعني نتمناها لها. يعني نسبة 43% تظل نسبة ضعيفة جدا. نتحدث عن نسبة عادية لما تتفوق نسبة 60%، هنا نتحدث عن ربما سباق انتخابي ديمقراطي.
لكن هذه النسبة تشير على أن هناك عينة من الشعب المغربي لا زالت لا تؤمن باللعبة السياسية كما هي جارية، سواء كان الخلاف أو هذا العراك السياسي جيدا وصحيا في المغرب. هذا النقاش بين بدخول العدالة والتنمية في المعترك، معترك السلطة ومعترك التحكم في السلطة، هو شيء جيد. نعم النقاش في المغرب حقيقي، نقاش سياسي صحي جدا موجود على أرض الواقع، الخلاف واقعي، الخلاف جدي جدا، كما أن القصر يعني دخل يعني كطرف في هذا الصراع، وهذه يعني هذا دليل على أن هذه الانتخابات يعني ربما قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل المغرب والمغاربة. لكن هذه النسبة تظل تحدي مستقبلي للحكومة والمعارضة المغربية، لأن لحد الآن لم يعني يعرف المغرب معارضة أو حكومة استطاعت أن تقنع الشعب على المشاركة بكثافة في هذا السباق الانتخابي. طيب أستاذ محمد عجلاني محلل سياسي، ما هي الرسالة التي أرادها الشعب باختيار العدالة والتنمية من جديد؟ هل هو تجديد للثقة بهذه الحكومة التي بقيت 5 سنوات وتمارس ما سمته بالإصلاح وتريد مزيدا من الوقت لأن مهمتها لم تكتمل؟ هكذا قال عبدالله بن كيران. بالطبع يعني هناك إجماع على أن حكومة بن كيران صحيح لم تحقق الأهداف التي كانت تطمح إليها والتي كانت يعني منتظرة أن تكون تقوم بأداء أفضل من ما كانت عليه، لكن يبدو أن هناك إرادة قوية لدى الشعب المغربي على ترسيخ هذا الاتجاه وترسيخ ودعم هذا الاتجاه، أعتقد لأنه يمثل إسلام وسطي معتدل متصالح مع قيم الديمقراطية، بعكس بعض التيارات الإسلامية التي لم تخرج من أفقها الضيق. بعتقد أن العام الماضي كنت في مراكش وحصلت انتخابات على مستوى المدينة، انتخابات محلية تقصد؟ محلية أيضا طبعا. رأيت أنه هناك طبعا يعني في تنافس، لكن تنافس شريف، يعني لم أعرفه أنا مثلا في سوريا في هذا ببلدي مثل هذا التنافس. وهناك كان في إعلانات للأحزاب وللمرشحين وكله كان يجري بهدوء، ليس في سوريا بل في كثير من البلدان العربية، في كثير من البلدان العربية الحقيقة. اليوم المغرب عم يقدم نموذج، لأنه كثير من الدول العربية تقول وجارة الكبرى مصر أن لا يمكن للإسلاميين أن يحكموا، لا يمكن للإسلاميين أن يتصالحوا مع القيم الديمقراطية، لا يمكن للإسلاميين أن يتعايشوا مع نظام دستوري. المغرب بصفته هو يجمع الحقيقة، المغرب له طبع خاص في العالم العربي، له دستور وله ملكية، وفي نفس الوقت هناك تقليد أيضا، يعني فعلا حزب الأصالة والمعاصرة، فعلا المغرب بلد أصيل ومعاصر. فالتجربة المغربية نتمنى أن يعني تنسج خيوط تنقل إلى العالم العربي، لأنه الحقيقة هناك مشكلة حقيقية في العالم العربي بين التيار الإسلامي والتيار الآخر، والتصارع دائما يجري للأسف بشكل عنيف. المغرب اليوم عم يقدم نموذج مسالم، نموذج سلمي، عم يقول أنه الاحتكام إلى صندوق شفاف، هناك الاحتكام إلى صناديق الاقتراع. طيب أستاذ إدريس المهدي، هذه النتيجة التي أسفر عنها الصندوق هل تراها كافية للعدالة والتنمية لتشكيل حكومة ائتلافية؟ في الوقت نفسه الأمين العام للأصالة المعاصرة قال لن نقوم بأي تحالف مع العدالة والتنمية. عبد الإله بن كيران في المساء، طبعا تصريح الأصالة المعاصرة كان صباحا، عبد الإله بن كيران في المساء قال نحن منفتحون على الأحزاب الأخرى دونما أي تحالف مع الأصالة المعاصرة. ماذا يعني هذا؟ طبعا يعني قبل هذه يعني قبل ان ارد على هذا السؤال، يعني هل هذه النتيجه اصلا حقيقيه؟ انا اعتقد بان العداله والتنميه في تتبع لمسارها وتدافعها مع باقي الاحزاب السياسيه تستحق اكثر، لكن يعني يعني المخزن والدولة العميقة حاصرتها بقوة بحيث يعني تحصل على أقل عدد من الصناديق الممكنة، فنجحت في محاصرتها في المجال الذي رأيناه، وحاولت أن تصعد من نجاح الطرف الآخر الذي هو من صناعتها وصنع على عينها الذي هو الأصالة والمعاصرة. طبعا بطبيعة الحال لأن الصراع الحقيقي في المغرب ليس صراع ما بين قوتين حقيقيتين الذي هو حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، لا، الصراع الحقيقي إذا أردنا أن نسلط الضوء في مكانه فهو ما بين العدالة والتنمية وما بين الدولة العميقة والمخزن، ونقولها بصراحة وبين القصر، لأن هذا هو الصراع الحقيقي الآن.
لأن القصر لا يثق لحد الآن بصدق وبإخلاص العدالة والتنمية، بينما العدالة والتنمية تثق في القصر وتؤمن به وآمنت به بمعنى الكلمة. هذه هو الصراع الحقيقي الآن. يعني سؤالك هل يعني العدالة والتنمية باستطاعتها أن تشكل حكومة يعني بطريقة سهلة؟ فهذا أمر يعني صعب جدا في الحقيقة. فليس هناك اختيارات كثيرة، ربما احتمالين أو ثلاث على الأكثر يعني التي ممكن من خلالها أن تشكل الأغلبية، وهناك احتمالان فقط، يعني إما أن تشكلها مع حزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم الاشتراكية، أو مع حزب الاستقلال والتجمع الوطني للإحرار والحركة الشعبية والحزب والاتحاد الدستوري أي حزب الحصان. والحالة الثالثة الممكنة هي مع الأسرى المعاصرة، وكلا الطرفين يعلن يعني عدم إمكانية هذا التوحد. وأنا وجهة نظري الشخصية يعني لو كان الأمر بيدي لا يعني لحبذت أن تتوحد العدالة والتنمية مع الأحزاب الأخرى وليس مع الأسرى المعاصرة، لأن هذا الحزب يعني يشوه العمل الديمقراطي والتدافع السياسي. وحتى مرة أخرى أجيب الأستاذ الكريم، يعني التدافع السياسي في المغرب ليس تدافع حقيقي، تدافع وهمي، لأن التدافع الحقيقي هو ما بين العدالة وما بين الدولة العميقة أيضا. فالحزب أصلا مثلا حزب وهمي غير موجود في الساحة، يوجد فقط في أثناء الانتخابات فقط لا غير، بعد ذلك يختفي، لأنه يعني مناضله ليسوا مناضلين حقيقيين، بل هم اشكال 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 مناضلين يظهرون في طيب. في في اثناء يعني في اثناء هذه اللحظات، بعد ذلك يتبخرون مثل النفطالين طيب. بسرعه جدا. لكن مناضلي العداله والتنميه وباقي الاحزاب الاخرى بطبيعه الحال، يعني الاحزاب اليمينيه او الشيوعيه او ما بينهما موجودون، ولكنهم ضعفاء للاسف. هذا رأي نحترمه، ليس هنالك من معنا من يمثل الأسرى المعاصرة حتى يدافع عن نفسه للأسف. ولذلك هذا مجرد رأي، وجهة نظر طبعاً. قد يقبلها البعض وقد يرفضها البعض. أعود لك سيد محمد الرماش، ماذا تعني لك هذه النتائج، خاصة الأخ تكلم كأن هنالك تجاوزات ما، ولكن وزير الداخلية صياد تكلم عن أنه كانت حرية، كانت شفافية في عند الشعب المغربي في الاختيار. هذا خطاب وزارة الداخلية، ولا يمكن أن تقول وزارة الداخلية في دولة غير ديمقراطية بأن الانتخابات جرت كما يعني كان مرجوا لها. التجاوزات حصلت في هذه الانتخابات، والدليل على ذلك هو يعني الآن يصعب أن نخفي الدلائل، الآن الفيسبوك يفضح كل شيء، ورأينا يعني بعض أعوان السلطة يحثون ساكنة بعض القرى والمدن حتى المدن الكبرى على التصويت لحزب معين، وأنا أقصد بذلك حزب الأسرى والمعاصرة المقرب من كل أجهزة السلطة. هذا يعني صحيح جدا، لكن ربما بنسبة أقل مما عهدناه سابقا قبل 2011، بحيث أن الآن كان من الصعب جدا. أنا سلطة أنا أتفق مع كلام الأستاذ أن يعني الدولة العميقة في المغرب ممثلة في المخزن والمحيط الملكي، نعم هي ليس في صالحها ولا تريد أن يصل الإسلاميون لهذه الدرجة، لكن في نفس الوقت هي في مأزق. لا يمكن أن تسمح للإسلاميين بأن يصلوا، لكن بطرق أخرى لا يمكن أن تمنعهم بالتزوير كما عهدنا ذلك في انتخابات 2007 مثلا، التي كانت يعني تقديما رائعا، يعني مهرجانا للتزوير، يعني افتخرت به ربما كل يعني أعوان السلطة في المغرب. لكن في نفس الوقت هي أرادت فقط أن تحبك الخيوط هذه الانتخابات حتى تنتج في المرتبة الثانية الأسرى والمعاصرة، لأن الشعب المغربي هو على وعي ويعرف جدا بأن الأسرى والمعاصرة لا يتمتع بشعبية توصله إلى المركز الأول، فبالتالي كنا مضطرين إلى السماح للعدالة والتنمية إلى الظفر بهذا المرتب. الخلاف الذي يعني حتى أذهب في يعني في نفس التحليل الذي بدأ به الأستاذ الفاضل، هو أن فعلا في المغرب الملك والقصر الملكي والمخزن يؤمن بمبدأ الدور المحدود للأحزاب، يعني تأتي لتقوم بدورك. رأينا ذلك مع الاتحاد الاشتراكي في التسعينات، حزب قوي جدا دخل في حتى هو يعني شرعيته مكتسبة من الاستقلال، من أيام الاستقلال المغرب، فتم استعماله في التسعينات حتى يعني المغرب كانت لديه ملفات في حقوق الإنسان خطيرة جدا، انتهاكات اغتيالات، فكان الاتحاد الاشتراكي لعب هذا الدور لكي ننتقل من عهد الحسن الثاني، عهد سنوات الرصاص، إلى عهد محمد السادس، وبالتالي تمدد البساط أمام محمد السادس ليحكم دولة مستقرة. كان ينتظر النظام من العدالة والتنمية أن تلعب نفس الدور في الحراك العشريني، حراك 20 فبراير، وأيضا حراك الربيع العربي التي امتدت موجته إلى المغرب. لكن العدالة والتنمية حزب طموح أكثر من الاتحاد الاشتراكي، وأراد أن يحافظ على هذه السلطة.
بن كيران يعني اتفقنا واختلفنا معه، يعني رئيس حكومة استثنائي جدا، أول شخص اعتبر أنه يعني براغماتي ذكي جدا، يعني يعرف ما يقول يدرس ما يقول، وكان يعلم بأنه على كرسي حكم ويريد حتى ولو أنه يعني حسنا في بعض الأحيان وكأن شعبيته تنافس شعبية الملك، فدخلنا في كل ما هي حسنة فهي للقصر وكل ما هي سيئة فهي لبن كيران، وبالتالي كما يقول الأستاذ فعلا انتقلنا إلى صراع بين العدل والتنمية وأجهزة الدولة والامتداد الحزبي أو الذرع الحزبي للدولة وهو حزب الأصالة والمعاصرة. سيد عجلان يعني سمح لي فقط سأعود إليك حتى لا نأخذ حق الأخ في الحديث، قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية البعض يقولون أنه أنجز هذا القانون، شرع هذا القانون حتى لا تكون هنالك غالبية، مهما كان الفائز في الانتخابات لا يمكن أن تكون لديه غالبية، بمعنى هنالك أحزاب أخرى تشترك معه بنسب ما. ماذا يعني هذا؟ أي حكم في العالم حتى هنا في فرنسا تذكر سنة 85 حاولوا يحجموا الجبهة الوطنية اللي هو الحزب اليمين المتطرف عن تقسيم الدوائر الانتخابية وتغيير قانون الانتخابات. أي حكم في العالم يحاول بشكل ما إذا كان له خصوم حقيقيين على الساحة هو تغيير قانون الانتخابي. يعني أنا عملت أول كتاب عن التجربة البرلمانية في الأردن سنة 93 وهي تشبيهة بالمغرب، يعني أحزاب أيام نجاح الإخوان انتبهنا إلى أنه عدل قانون الانتخاب بالملك حسين في ذلك الوقت حتى يسمح للصوت العشائري أن يكون أقوى من الصوت الإسلامي، يعني العشائر تفرض بشكل عام العشائر توصل مرشحيها قبل الإسلاميين لأنه كان عنده كمان أيضا مشكلة معهم مع الإسلاميين. فاليوم مهما كان وهما متفضل هون الزميلان التيار الإسلامي أصبح تيار قوي في المغرب وراسخ، لا أحد بقى يستطيع التجاوزه أو اللف والدوران عليه إلا في حال العنف، هذا شيء أمر آخر. لا يستطيع إن كان محمد السادس أو من يليه إلا التعامل مع هذه الظاهرة. وأعتقد أن أيضا هناك شخصيات مغربية مثل رئيس الوزراء مثل العثماني الذي كان سابقا وزير خارجية أعطت لهذا التيار أيضا بعده اللي أنا بقول العقلاني الوسطي المتصالح مع القيم المغربية، بمعنى أخذوا العبرة مما يحدث عند الجيران خاصة ليبيا مثلا ما أو ما حدث في الجزائر أو الجزائر في التسعينات. طبعا لم أرى مثلا التصريحات النارية التي أسمعها من طرف التيارات الإسلامية في الدول العربية، سنزيل هذا سنحاكم هذا يعني كانوا جدا في الخطاب والتصرف جدا رزينين رزانة وكانوا عقلانين. أنا برأيي يعني أعطي هذه التجربة أكثر من سبعة من عن عشرة كعلامة. هو عبد الإله بن كيران ولو تتحدث نقطة نظام فقط قال هذه التصريحات المضادة تصريحات وتصريحات الأخرى اتهامات كلها في الحمل الانتخابي عبارة عن حبل، ولكن هذا الحبل ليس طويلا بل هو قصير هكذا قال. سأعود إليك. حاولوا قدر الإمكان وهذه ميزة أيضا لهم تجنب العداوات مع الأحزاب الأخرى أيضا بعكس التيارات الإسلامية في الدول العربية الثانية تدخل كثير في صراعات مع التيارات الأخرى التي لا تشاركها نفس الرأي. طيب أعود لك أستاذ إدريس، هذه الثقة الجديدة من قبل الشعب المغربي للعدالة والتنمية ألا ترى بأنها شاقة أيضا وفي أعماقها تخفي أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للحكومة خاصة في الميدان الاجتماعي، مسائل النقل والصحة والتعليم والتشغيل خصوصا التي قيل من قبل الأحزاب الأخرى بأن العدالة والتنمية قاموا بجهود لكنهم لم يصلوا إلى النتائج المرجوة الأهداف المنشودة، كيف سيواجه أصحاب العدالة والتنمية أو الحكومة المقبلة إذا قادتها العدالة والتنمية كل هذه الانشغالات؟ أنا في اعتقادي بأن يعني العدالة والتنمية وبصفة عامة يعني التيار الإسلامي سواء في المغرب أو في باقي البلدان العربية هذا عمله، هو يعني خلق ومن يعني بالتعريف بار ديفينيسيون بالتعريف هو مخلوق للعمل الاجتماعي ولخدمة الناس. فالعدالة التنمية لو تركت يعني لحالها ولو فتحت لها الأبواب وفتح لها القصر الأبواب لحلت أغلب الملفات، لكن للأسف لاحظ حتى في بعض الأمور المهمة جدا كالمقاصة وكالتقاعد الأحزاب كلها والقصر أيضا يعني وقفوا لها يعني وقوف عاد وثمود، لا يريدونها أن تفتح لأنهم يخافون ماذا؟ لأن مشكلتهم ليست مشكلة يعني لا يريدون الصالح المغربي في الآن، كل يريد أن يحل مشكل لكن باسمه
لا يريدون أن تحل هذه المشاكل الكبرى والعويصة والمتسرطنة لأنها بقيت مدة طويلة جدا باسم العدالة، لأنهم يخافون أن تتكرر تجربة العدالة التنمية التركية، يخافوا أن هذا الحزب يترسخ سياسيا، هو راسخ أصلا، لأن المغاربة كلهم مسلمين وكلهم إسلاميين بمعنى الكلمة. نحن لا نحتاج أن يكون لنا تيار، يعني المغاربة كما قال الأستاذ يعني يختلفون شيء مع الشعب عن الشعوب الأخرى، ولا يعني دبلوماسيين في التعامل سلميين كأنه بالطبيعة. أعتقد أن هذا راجع لكأننا نميل إلى يعني الوسطية هكذا بطريقة طبيعية جدا. نحن ربما في الشرق المغربي، أنا من الشرق المغربي يعني أميل إلى الثقافة الجزائرية، وأنا كان عندي أستاذ سوري كان يقول لي أنت لحمك مغربي ودمك جزائري، يعني يعرفني بهذه الطريقة، لكن أغلب المغاربة ليسوا كذلك. فإذا أنا أعتقد أن الإسلاميون في المغرب لو تركوا لحالهم ولو فتح لهم الأبواب للعمل لحققوا 90% من مشاكل المغرب، ولا صارت المغرب دولة قوية مثل الدول الأوروبية لأنها لها كل إمكانية. مهل أستاذ إدريس، مهل أستاذ إدريس، يعني حتى نستحضر وجهات نظر أخرى، يقولون بأن العدالة والتنمية مثله مثل باقي الأحزاب، هنالك منافسة كانت تغمرها الحرية المطلقة والشفافية أيضا، والشعب اختارها وها هي موجودة في الميدان مثل ما هي عليه في الفترة السابقة مثل ما هي الآن، وبالتالي لا يمكن أن نلصق التهم بأن هنالك من ضايق هنالك من وقف الند لند أمامها، هكذا يقولون، معنى هذا ربما هذه التهم مردودة عليك. لا لا، هذه الحقيقة الحقيقية، يعني الأعمى يراها فأحرى بالبصير. الأعمى يراها عدالة وتنمية، وهي لاحظ يا أخي الكريم، هل يعقل رئيس الحكومة لا يستطيع أن يوقف امرأة في تلفاز ترد عليه وتتعنطر عليه كأنها عاد وثمود؟ وزير يعني مصطفى الخلفي لا يستطيع أن ينتقد التلفاز وهو رئيسه؟ لا يعقل. هذه أمور كثيرة جدا، وهذه أمثلة لا أستحضر الأمثلة الآن، ولكن العدالة والتنمية أنا أقول لكم بصدق وبموضوعية، محاصرة من كل جهات، محاصرة من طرف الأحزاب، من طرف أخواتي أصلا، بل محاصرة حتى من طرف الحركة الإسلامية. طيب سمحني فقط سأعود إليك. لا أختم بهذه الملاحظة للأخ، حزب العدالة والتنمية يختلف عن حزب الاتحاد الاشتراكي في أثناء تجربته ما يعرف بالتناوب، تجربة التناوب. حزب العدالة والتنمية يختلف عن الاتحاد الاشتراكي من حيث النوع وليس من حيث الدرجة، هذا تيار آخر يختلف عن الاتحاد الاشتراكي، ولهذا كانت كل الأحزاب تنتظر، لأنها لا تقع الإسلامية بطريقة حقيقية، أن يصير العدالة والتنمية إلى ما صار هي الاتحاد الاشتراكي الآن، يعني كانت درجته ما قبل الأخيرة تقريبا، يعني ما قبل الأخيرة، لكن العدالة والتنمية شيء آخر. طيب. وصناعة أخرى وطبيعة أخرى لا. طيب. يختلف عن باقي الأحزاب فقط من حيث الدرجة ولكن من حيث النوع، وهذا ربما الذي لم تفهم الأحزاب ولا القصر نفسه أصلا. طيب يا أخي إدريس، ويبقى أنه العدالة والتنمية حزب كباقي الأحزاب. الآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى الرباط مع زميلنا نبيل عبد اللهوي مراسل قناة المغاربية، أكيد لديه ما يقول، لديه ورصد لنا معلومات حول تصريحات رؤساء الأحزاب، حول ما قيل في الفترة المسائية عن الانتخابات، عن النتائج، عن التحالفات ولما لا. معنا الأخ نبيل، تفضل. مرحبا بك زميل عثمان وبجميع متابعي قناة المغاربية التي غطت الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر بالمغرب. طبعا اليوم الأول بعد الانتخابات التشريعية بالمغرب عرف خروج مجموعة من الأحزاب السياسية في مواكب احتفالية بمدينة الرباط احتفاء بحصولها على أكبر عدد من المقاعد، حيث لامسنا تجاوب المواطنين المغاربة مع خروج مواكب الأحزاب التي حاولت أو أكدت أنها خرجت لتشكر المواطنين المغاربة على مساهمتهم القيمة في إنجاح هذا العرس المغربي في السابع من أكتوبر. طبعا كانت وزارة الداخلية في وقت متأخر من ليلة أمس قد أعلنت عن النتائج النهائية لانتخابات البرلمانية المغربية، حيث تبوأ حزب العدالة والتنمية مقاعد البرلمان بحصوله على 125 مقعدا مقابل 107 مقاعد في انتخابات 2011، وبالتالي فقد أضاف إلى رصيده عددا لا يستهان به من المقاعد. نفس الشيء ينطبق على حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل
على 102 من المقاعد بخلاف 47 مقعدا في انتخابات 2011. وكذلك الشأن أما حزب الاستقلال عفوا فقد تقهقر حيث حصل على 46 مقعدا مقابل 60 مقعدا في انتخابات 2011. نفس الشيء ينطبق على حزب الأحرار الذي حصل على 37 مقابل 52 مقعدا في الانتخابات 2011، والحركة الشعبية التي حصلت على 27 مقعدا مقابل 32 مقعدا. طبعا بعد ظهور النتائج النهائية لانتخابات 7 أكتوبر فإن مسألة التحالفات هي التي ستبدأ الآن. فأغلب المحللين السياسيين يرون بأن حزب العدالة والتنمية يتجه نحو الحفاظ على ائتلافه الحكومي بمشاركة حزب التقدم والاشتراكية، وهذا مفروغ منه لأن الحزب أعلن الحزبين أقصد العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية أعلن تحالفهما القبلي قبل إجراء الانتخابات. ثم حزب الحركة الشعبية حزب الحركة الذي يشارك في الحكومة، وكذلك حزب الأحرار. فإذا حافظ العدالة والتنمية على ائتلافه الحكومي فبطبعة الحال سيشكل الحكومة المغربية المقبلة. كذلك حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على عدد لا يستهله من المقاعد 102 مقعد فبإمكانها أن يتحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي الذي حصل على 20 مقعدا، وكذلك حزب الاتحاد الدستوري الذي حصل على 19 مقعدا، بالإضافة إلى الأحزاب الصغرى مثل الوحدة والديمقراطية واليسار الأخضر الذين حصل على مقعد واحد. إذن كل التكهنات الآن وكل الأنظار المغاربة تتجه صوبا نحو ما ستفرزه التحالفات الحزبية المقبلة. وعلى ذكر التحالفات فالبرلمان المغربي سينطلق في الجمعة الثاني من شهر أكتوبر كما ينص عليه الدستور، وبعده سيتم تعيين رئيس الوزراء من الحزب الفائز بأغلبية المقاعد وبالطبع من حزب العدالة والتنمية. لكن ليس بالضرورة أن يكون عبد الله بن كيلان لأن نص الدستور ينص على أن التعيين يكون من الحزب وليس رئيس أو أمين العام للحزب. وسيمنح الدستور 40 يوما للحزب المعين حتى يشكل الحكومة، وفي حال فشله في تشكيل الحكومة فإن الدستور المغربي يمنح لملك البلاد أن يعين مباشرة رئيس الحكومة من الحزب الثاني الفائز في الانتخابات. وبالطبع الحال سيكون التعيين في من الأصالة والمعاصرة في حال فشل حزب العدالة والتنمية في تشكيل فريقه الحكومي. إذا نحن على بعد تقريبا أقل من أسبوع لانعقاد مجلس النواب، ومن ثم تعيين رئيس الحكومة، ثم تبدأ مشاورات التحالفات، وسنكون طبعا مع مشاهدينا الكرام الذين يتابعون قناتنا لنوافيهم ونتواصل معهم في كل ما يهم هذا العرس الديمقراطي المغربي الذي بطبعة الحال يشهد له محليا وإقليميا وعربيا ودوليا بأن المغرب يسير بخطى حثيثة نحو ترسيخ مبدأ الديمقراطية الذي ارتضاه المغاربة والقيادة والأحزاب السياسة. شكرا لك زميلنا نبيل عبدالله، كنت معنا من المغرب، شكرا جزيلا لك. أعود لك أستاذ محمد الرماش، يعني مهما قيل الأخ تحدث كثيرا عن، ومن حقه على كل حال، وجهة نظره محترمة، تكلم عن العدالة والتنمية كثيرا، وكذلك مناضلو وكذلك قادة الأصالة والمعاصرة تحدثوا بإسهاب أيضا عن حزبهم، وكذلك بالنسبة للإشتراكيين. لكن يبقى فقط نريد أستاذ محمد رماش إشارة لهذه التجربة، الكثيرون وقفوا عندها قالوا هي تجربة فريدة ديمقراطية فعلا، كان على الآخرين الذين هم الآن في حرب طاحنة اقتتال حالة لا استقرار يشهد لها الجميع، لماذا لا يستفيد هؤلاء من هذه التجربة الديمقراطية؟ الحديث هنا عن ليبيا، انظر ماذا يحدث الآن بعد فترة ما سمي بالربيع العربي، انظر ما يحدث في سوريا واليمن وغيرها. كيف يمكن لهؤلاء أن يأخذوا العبرة من هذه التجربة الفريدة؟ هكذا قالوا. هناك الأجواء المحلية والإقليمية وكل منها يؤثر بشكل بطريقة أخرى. في البلدان البترولية هنا أستحضر القول للوزير وزير النقل والمواصلات في المغرب، قال شيئا يعني ربما تصريح لم تنتبه له وسائل الإعلام لكنه جيد. قال في بعض الأحيان وهو يتحدث عن التنقيب عن البترول في المغرب، وقال إذا وجدناه، إذا قدر الله وجدنا البترول. يعني هناك يعني بعض المسائل، يعني المحروقات يعني الأوضاع الاستراتيجية التي يتميز بها كل بلد تؤثر. يعني المغرب لا يتحكم بنفسه ككل وباقي البلدان العربية، بل هناك تأثيرات دولية، تأثيرات إقليمية. مصر نحن نعلم من وقف خلف هذا الانقلاب، في ليبيا أيضا نعلم من وقف خلف هذا الدمار. لكن صحيح أن هناك أيضا شيء محلي خاص بالمغرب. المغرب، المعارضة في المغرب متمثلة في الإسلاميين، الحركة الإسلامية
الإسلامية بصفة عامة منقسمة لدينا. هناك عادل إحسان يعني تعارض اللعبة السياسية ولا تعترف بالملكية التنفيذية، كما أن هناك الشق الآخر من الإسلاميين المتمثل في العدالة والتنمية يشارك في هذه اللعبة، لكن بصفة عامة الأحزاب والحركات الاحتجاجية في المغرب لم تختار المواجهة المباشرة مع السلطة، لكن نسبة كبيرة منها اختارت أن تتعامل مع هذا المنطق وأن تكون براغماتية وأن تتعامل. يعني عبد الله بن كيران في الأيام الأولى لوصوله إلى السلطة قال عفى الله عما سلف متحدثا عن الفاسدين، رغم أن المعركة على الفساد كانت من بين أكبر شعاراته، وحتى يعني هو اتهم مستشارين للملك ب يعني التحكم في خيوط الفساد، وبعد ذلك قال بأنهم أشخاص طيبون وكذا وكذا. إذن أنا صراحة بن كيران وهنا أتعارض يعني مع الأستاذ في طرحه على أن يعني الإسلاميون في المغرب العدالة والتنمية يعني أصحاب مبادئ، ولو يعني تركت الأمور بين أيديهم لقاموا بكل شيء. في السياسة وعلم السياسة نحاسب بالنوايا، يعني نحاسب بما يمكن ولا يمكن أن نفعله، سواء التجربة التركية هي قامت ب حتى الأتراك يعني قاموا يعني تركوا بعض الملفات منها الملف الفلسطيني في الأول حتى يسمح لهم بتأسيس يعني ديمقراطية قوية تقويهم وتعود بهم إلى يعني في يعني إقليميا عادت تركيا إلى قوتها، ومن ثم سمحت لنفسها في أن تطور نفسها وأن تقول ما تشاء. لكن المغرب يمر من نفس الشيء، ولبن كيران وآل بن كيران يعني نفس المنطق السياسي منطق المصلحة، وإلا لما كان قد قال عفى الله عما سلف مطمئنا بذلك كل خيوط الفساد الكبيرة والقوية في المغرب، لم يكن ليقول على مستشاري الملك وأخص بالذكر يعني فؤاد علي الهمة بأنه شخص جيد، رغم أنه في الأول قال هؤلاء يضرون البلد يا جلالة الملك في إحدى خطاباته الجماهيرية. فالإسلاميون في المغرب يعني هم نعم لديهم مرجعية دينية صحيح، لديهم رغبة صحيح، لم يثبت ضدهم أي ملف فساد أي ملف يعني بأنهم فاسدون، ولكن ذلك لا يكفي. لا يكفي في السياسة أن نقول هذا شخص جيد إذن هو جيد للبلد، ممكن أن تكون شخصا طيبا، ممكن أن تكون مثل الدكتور محمد مرسي في مصر الذي كان شخصا مشهود له بالطيبة وبحسن الخلق، لكنه لم يتمكن من ضبط الأحوال في مصر وفقد هذه السلطة وأضر بالبصر أكثر مما نفع. هذه الحقيقة شكل وفترة الحكم نعم شكل المعارضة الشكل والأخلاق أخلاق الشخص ومبادئه الشكل والحكم والسلطة شيء آخر. بن كيران وحزب العدالة والتنمية فشل في مواجهة خيوط الفساد وارتمى في خيوط الفساد، فعندما تكتشف بأنه لم يستطع أن يجعل له مكانا ولم يستطع أن يكون من هاته يعني النخب المقربة من الملك، لأن بن كيران رفض من طرف المخزن رفض من طرف القصر حتى في يوم تعيينه عين في مدينة ميدلت عوض أن يعين في العاصمة الرباط، وهذه ضربة رمزية لبن كيران. فهو عندما وعي بأن المخزن يرفضه كرجل سلطة كرجل دولة فهو اضطر أن يظهر هذا الخلاف أمام الشعب وأن يستمد بذلك بعضا من يعني مساندة وأيضا يعني عطف الشعب عليه. طيب أستاذ محمد عجلاني، ألا يستشف من نتائج هذه الانتخابات الأخيرة أن الشعب المغربي كان ذكيا جدا ولم يعطي شخصا واحدا أو حزبا واحدا ما يستحق من النتائج كلها، بل فاضل بين هذه الأحزاب وأعطى لحزب ما نسبة والثاني كذلك نسبة والثالث والرابع وهكذا، يعني هي أبرز الأحزاب أعطاها، ولكن هذه النتائج متقاربة ربما الفاصل فقط 10 مقاعد 15 قاعدا على الأكثر. ماذا يعني هذا؟ ألا يعني بالنسبة للمراقبين أنهم قالوا هذا مبدأ التشارك وأن الجميع بإمكانهم أن يتعاونوا يتعاضدوا لإيجاد حلول شافية وكافية لمشاكل المجتمع المغربي؟ نعم بالطبع، يعني وجود حزب الاتحاد الاشتراكي وجود حزب الاستقلال اللي كان له دور في استقلال تاريخي. حزب تاريخي طبعا، هو حزب الاتحاد الاشتراكي حزب تاريخي في المغرب، ثم هناك حزب بربري أعتقد كمان نالا نسر، هذا بيدل على تركيبة المجتمع المغربي، يعني تعددية المجتمع المغربي. هذه الأحزاب تمثل آراء واتجاهات متعددة لشعب أيضا متعدد الاتجاهات، يعني المغرب بلد فريد من نوعه أنه شماله وجنوبه وهو قريب من أوروبا وقريب من الصعب من الأفريقيا وقريب في منطقة المغرب العربي. فهذه التيارات التي اليوم وصلت إلى البرلمان تؤكد على أن هناك فعلا تعددية وأن هذه التعددية يجب أن تحترم، لكن ضمن إطار التنافس الشرعي داخل البرلمان وداخل قبة البرلمان وعبر صناديق الاقتراع. بعتقد أنا أفضل من هكذا من هذا الأمر لن يكون، لأنه يعني إذا قرنت بما حدث في المغرب وما بانتخابات أخرى في دول عربية نرى أن المغرب هو الأفضل اليوم، ليس هو الأجود والأحسن ولكنه أفضل مما هو موجود
عند البقية عند بالنسبة لليبيا مثلا، بالنسبة لكل الدول العربية مش فقط ليبيا. طيب نعود لك أستاذ إدريس، يعني ماذا عن الفترة المستقبلية، الأفاق المستقبلية، كيف تراها أنت كمراقب سياسي للوضع في المغرب؟ النتائج الآن صارت بين يدي المغاربة، يعرفون من الأول من الثاني من الثالث من الرابع، كيف ترى الأفاق المستقبلية؟ الآن الأمور ليست واضحة 100% عن من سيقود الحكومة، كيف ستكون التحالفات، من السابق لأواني الخوف في مثل هذه المسائل، لكن كيف ترى أنت هذه الأفاق المستقبلية للشعب المغربي؟ ولكن بعد ذلك علي أن أعلق، لأن الإخوان يثيرون في أفكارا علي أن أعلق عليها. يعني أنا أعتقد بأن المغرب لا يختلف عن العالم العربي من حيث النوع، كما يختلف العدالة عن باقي الأحزاب. المغرب يختلف عن باقي العالم العربي من حيث الدرجة. نحن أيضا عندنا كل المعطيات لنصبح مثل سوريا ومثل اليمن ومثل العراق. والدليل على ذلك من قرأ مثلا كتب عالم الاجتماع العراقي علي الوردي يعرف بأنه ذكر بعض الدقائق التي عندهم في العراق عندنا نحن في أحفيه وفي وجدة. كل الأمراض الموجودة في العراق وموجودة في سوريا وموجودة في مصر موجودة في المغرب بدقائقها. فإذن نختلف عن باقي العالم العربي من حيث الدرجة ليس من حيث النوع، بمعنى المغرب لو يعني إذا لم يتعقل المعارضون للديمقراطية، يعني المعارضون الحقيقيون للديمقراطية الحقيقية، إذا لم يتعقلوا لا قدر الله قد يدفعوا بالمغرب إلى ما صار في الآخر. ثم لماذا نحن نقيس المغرب مع الأسوأ؟ العرب ليسوا مقياسا للديمقراطية، ليسوا مقياسا للعدالة، ليسوا مقياسا للسلام، وليسوا مقياسا للحب ولا للرحمة ولا للحنان ولا لأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. مقياس العدل والسلام والرحمة على الأقل الغربيون. إذن نقيس المغرب مع فرنسا؟ يعني مثلا لو في فرنسا طلع قام انقلاب مثلا واحد عندهم يعني شوارب مثل صدام، الشعب الفرنسي كله يصبح في شوارع غدا. طبعا في المغرب هذا لن يحدث، الانقلابات تقع يوميا، لن يحدث هذا طبعا لان لازلنا في مرحله يعني البناء والتكوين. هذه لكن يبقى تجربه حميده، تجربه فتيه وجنين جدا اذا منع من الهواء قد يخنق وهو طفل. هل يعقل لحزب ولد البارحه واصبح يحكم؟ هل هذا يقع في فرنسا؟ سمح لي الكلمة للشعب، الشعب هو من يختار البرنامج، يختار ويمثل. الأسرار المعاصرة، الأسرار المعاصرة، الطفل ولد اليوم وتزوج غدا، هل هذا يعقل؟ سمح لي هذا من ولد أصلا وولد مثل جمة الأرانب، هذا يعقل؟ سمح لي أخي، هذه انتخابات حرة شفافة شهيدة. ليست حرة يا أخي الكريم، بين لا أنت تقول عكس الوجتين. تقول عكس المغاربة، يعني المغاربة يقولون بأن الانتخابات حرة وشفافة. المسيح عليه السلام يقول ليكون كلامكم نعم ولا لا. علينا أن نحدد المصطلحات والمفاهيم، والإنسان عندما يتعامل مع الكلمات علينا أن يكون دقيقا كما قال القرآن الكريم، يعني الكلمات دقيقة جدا. كل الأمور التي نقولها علينا أن نضعها بين مزدوجتين، ليست حقيقية بمعنى الحقيقة، حقيقية بالمقياس العربي، بالمجال العربي، بلو دومين دو ديفينيسيون ماروكا. طيب نعود الآن إلى السؤال. نعم، الآفاق المستقبلية كيف تراها؟ من حيث المبدأ المستقبل الإنسان متفائل جدا، وأنا أثق في المغاربة وأثق في عقولهم وأثق في العدالة، يعني في تعقل النظام وأثق في 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 في, في مناضلي العدالة، لأن أعرفهم بطريقة مباشرة. وأنا عندما زعمت وادعيت بأنهم قادرون على حل الكثير من 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 من, من المشاكل، هذا ليس دعوة كما رد علي الأخ بأنه حل المشاكل غدا بعصا موسى عليه السلام، لا، بل بمبدأ التدرج. ومن أكبر الأحزاب السياسية التي تؤمن بمبدأ التدرج عدالة التنمية. بن كيران بدأ وهو يعني وزملاؤه بدأوا مجموعين وهم في عش سن العشرين، صار لهم الآن كلهم فوق الستين، حتى وصلوا 40 سنة من النضال. يعني وحزب آخر ولد البارحة واليوم صار رجل صالح للزواج بل وصالح للحكم، هل هذا يعقل يا أخي الكريم؟ طيب. غير معقل. طيب. أنا أقول أجيب على باختصار بكلمة، المستقبل باختصار المستقبل رجل. أمامنا، ومنطق الحياة بصفة عامة ليس منطق المغاربة، منطق تقدمي لا فونكسيون دو ليمانيتي إلي كرواسون ستريكتومو، يعني المنطق لا يترجع للوراء، يعني قد تقع هنا وهنا هزات لكن منطق الحياة التقدمي. الإنسان خرج من الغابة وانتقل إلى الحضارة وهو يتقدم، لن يستطيع الملوك ولا الرؤساء ولا الستالينيين ولا هتلر أن يرجعوا إلى الوراء. طيب. المغاربة أن يتقدم، أمي وعمرها تجاوز 80 سنة الآن تعرف بن كيران وتعرف الديمقراطية، ولما اتصلت بها وحاولت إقناعها بالتصويت ذهبت وصوتت أيضا. البارحة قبل البارحة أنا أذكر يعني لما كنت وأنا مراهق في المغرب وأدرس باختصار إدريس لا أحد يتحدث في السياسة بل كانت محرمة،
طيب يعني حتى انا والدي هذا دليل هذا دليل على النضج السياسي هذا دليل ادريس استاذ ادريس استاذ ادريس هذا دليل على النضج السياسي للمجتمع المغربي نعم. وشارك في هذه الانتخابات وكذلك اختار من اراد ان يختار وهو حر وهو حر العربي ايضا وهو حر المصريون ناضجون جدا يا استاذ ادريس الحركه الاسلاميه في المغرب لا 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 تساوي لا تساوي مثقال ذره امام الحركه الاسلاميه في مصر طيب استاذ هذا رايك هذا رايك استاذ وضربت استاذ ادريس استاذ ادريس هذا رايك استاذ تفضل الآن دوما في محور الآفاق المستقبلية يعني بالنسبة للآفاق المستقبلية الآن بخصوص هذه الانتخابات لأنه الآن في ظل ما يحصل إقليميا ودوليا يصعب كثيرا التكهن بالمستقبل العشرين سنة الماضية وإلا لكنا انتظرنا الربيع العربي وكنا مستعدين له يعني الآن الجيوسياسية أصبحت يعني فيها مفاجآت فظيعة جدا حتى أجهزة الاستخبارات والأجهزة التي تدرس يعني الإشكاليات الاجتماعية والسياسية أصبحت لا تعلم ولا تعرف ولا تضبط ما يحصل بشكل يعني بشكل علمي وبشكل دقيق وبالتالي فممكن الآن يعني حصر المستقبل في هذه الانتخابات وبعد هذه الانتخابات يعني الخمس سنوات القادمة مستقبل المغرب السياسي مستقبل المغرب السياسي الآن رهين التحالفات التي ستصنعها هذه الانتخابات لدينا خلاف كبير جدا بين العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة الخصمين الكلاسيكيين الآن في المغرب عندما أقول الخلاف بين العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة فأنا أقول الخلاف بين العدالة والتنمية والامتداد الحزبي أو الذراع الحزبي للقصر الملكي القصر الملكي لاعب قوي جدا في الملعب السياسي المغربي وبالتالي يعني يصعب جدا أن نعرف يعني هذا المستقبل أن نضبطه بالسبل يعني بالطرق العلمية أو السياسية وأنا لا أريد أن أعطي هنا تكهنات يعني لكن هناك عوامل يجب ذكر بعض العوامل في المغرب التي تساعد على الاستقرار هناك عاملين أساسيين وهو الشعب والملك لدينا يعني الشعب يعني اليوم وخلال الشهور الماضية خلال السنوات الماضية قدم لنا دلائل كبيرة جدا بأنه شعب واعي يعرف أين هي مصلحته لا ينجر في الخلافات الإيديولوجية وخلف الخلافات الطائفية كما ذكر الأستاذ هناك شيء رائع جدا المغرب فيها الصحراويون وفيه الريفيون وفيه الأمازيغ والشلوح وكذا وكذا يعني لا يمكن لشخص ما أن ينفرد برأي واحد نعم لا يمكن لا يمكن لحزب واحد أن ينفرد حتى إيديولوجيا نعم كلهم مسلمون يعني 98% ربما من سكنة المغرب كلها مسلمة لكن لا يمكن أن تذهب كلها خلف الإسلاميين تريد أن تقول لا يمكن إحضار الأدلجة في هذا الأمر نعم لأنه لا يمكن من الحزب حمد الانتخابية من أدلجة هذا الحزب يصعب عليه نعم. يصعب على أي حزب في المغرب أن يسيطر على يعني على المغاربة وأن يفرض شعبيته عليهم وهذا شيء صحي جدا أنا لا أثق في أي حزب من الأحزاب في العالم كله أنا أثق في التحالفات وأثق في الاستقرار السياسي لدينا نحن بحاجة إلى يسار في الحكومة وبحاجة إلى إسلاميين ومحافظين بحاجة إلى ربما حزب الاستقلال الذي يمكن أن نسميه حزب يميني على الطريقة الغربية هو حزب يميني نحتاج إلى اتحاد شراكي قوي نحتاج إلى كل مكونات الشعب المغربي ونحتاج أيضا إلى القوى المعارضة الحركية حركة العدل والإحسان جماعة العدل والإحسان حركة 20 فبراير ممتدة في الكثير من الجمعيات الحقوقية وأيضا الأحزاب اليسارية فهذا شيء صحي جدا ونحتاج إليهم هذا العامل الأول عامل الشعب العامل الثاني والملك الملك بنفسه ليس لا يمكن استثنائية المغرب هو أنه يحكمه ملك ولا يحكمه ديكتاتور الديكتاتور لا يرتبط بالوطن الديكتاتور هو ارتباطه بالمقعد بمقعد السلطة نعم ومستعد لأدافع عن هذا المقعد شاء من شاء وأبى من أبى وممكن أن أخسر كل شيء وإذا خسرت كل شيء أخذ طائرة وأذهب إلى جدة فالكل يعرف هذه الطريقة أما الملك فهو غير مقرون فقط بالعرش مقرون بتاريخ ملكية هو من أحفاد يعني المولى إسماعيل ومولى علي العلوي الشريف يعني والحاجة هو أن ينهي هذه الرسالة وأن ينقل العرش إلى ابنه الحسن الثاني وما أدراك ما الحسن الثاني اضطر للتعاون مع عبد الرحمن اليوسفي يعني ألذ أعدائه حتى يحافظ على العرش فارغ لابنه محمد السادس وبالتالي فحتى إذا رأينا في القصر شرا فهو شر لا بد منه بالنسبة للمغرب طيب سيد محمد عجلان المغرب بعد أيام معدودات سيدشن برلمانيا تعددي هذا ما يفتقده تفتقده الكثير من دول العربية هنالك برلمانات أقيمت على التصوير انتخابات يقولون بأنها انتخابات احتكمها عليه الشعب ولكن الكثيرون يعرفون بأن هذه الانتخابات كانت مزورة ولم تكن حرة بالمرة في الكثير من دول الجارة أو دول عربية أخرى ماذا يعني برلمان تعددي حاضر فيه الاشتراكي وحاضر فيه الشيوعي وحاضر فيه اليساري واليميني وحاضر فيه الإسلامي هذه ظاهرة صحية حقيقية هلا أكيد في أي تجربة فتية أو تجربة أنا عشت التجربة الأردنية وبستطيع أن أقيسها أي تجربة فتية طبعا هناك لها أعداء وأي وصول لتيار إسلامي أكيد له أعداء والآن
المعضلة الرئيسية في المغرب. يجب أن يعي الشعب يحافظ على المكتسبات هذه التي حصلت اليوم ويقاتل من أجلها ومستعد أن يموت من أجلها، لأنه فعلا الذي تحقق شيء ليس سهل وليس يعني وصلت قطعت هذه المسافة، ربما ستكون مسافة إلى الآن، لكن قطعت مسافة وشوط، وهذا يجب المحافظة عليه، لأنه لا يمكن العودة إلى الوراء. نعم، واصل الحديث، واصل، تفضل. لا يمكن العودة إلى الوراء، لأن العودة إلى الوراء تعني النكسة الكبيرة، وكما تفضل الأخ لا نريد للمغرب أن يعيش إلا جو مسالم، لا نريد له أن يعيش أو مثل بقية الأقطار العربية، نريد له أن يكمل هذا المشوار، نريد له أن يكون الشعب المغربي ناضج على مستوى هذه التجربة، أن يذهب في المرة القادمة بشكل أكبر إلى صناديق الاقتراع، أن ننصح للبرلمانيين أن يكونوا إدائهم نظيف وتنافسي في تحت قبة البرلمان، لا للتشهير، لا أن يتعاونوا من أجل إيجاد حل للمشاكل المغرب القادمة والتي ستكون كثيرة. ويبقى الصندوق دائما هو الشفاف وهو الفيصل بين اختلافات في اختلاف بخصوص البرامج والمناهج. أذكر فقط مشاهدينا الكرام بأن ممثلي الأصالة والمعاصرة وباقي التنظيمات السياسية في المغرب مرحب بهم في منبر المغاربية للتعبير عن آرائهم وجهات نظرهم وأفكارهم، كما عودنا مختلف السياسيين والمراقبين، أهلا وسهلا بهم. اليوم نعتذر فقط لعدم حضورهم، ولكن سيحضرون معنا للرد على مختلف الأفكار التي وردت ربما هنا وليسوا حاضرين لمناقشتها. أشكر ضيوفي الكرام الأستاذ إدريس المهدي وهو باحث أكاديمي أستاذ جامعي، وكذلك عليه من الأستاذ محمد الرماش الصحفي والمحلل السياسي، دون ما ننسى الأستاذ محمد عجلاني المحلل السياسي. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.